مين هم السكان الأصليين؟ Indigenous peoples، قبيلة الأكوتا في أمريكا، الماساي في كينيا، السوريان في العراق وسوريا، عرب الأهوار في العراق، الأمازيغ في المغرب والجزائر. اسمهم بالعربي السكان الأصليين. هل ده معناه إن إحنا مش سكان أصليين؟ مؤسسة التمويل الدولية بتعرف السكان الأصليين على إنهم مجموعات مجتمعية متميزة عن المجموعات العامة، مجموعات في الأغلب مهمشة وتتسم بالضعف. حالتهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية مش بتساعدهم يضمنوا حقوقهم الإنسانية، زي مثلا الانتفاع من مشروعات التنمية. ثقافتهم، ديانتهم، طقوسهم، لغتهم، لكنتهم أو مؤسساتهم مختلفة ومتميزة وعرضة للضرر أكتر بكتير من المجتمعات الوطنية العامة. ومع ذلك لا يوجد تعريف موحد متفق عليه عالميا للسكان الأصليين. البعض فاكرين أن قبائل البدو أو العرب في مصر من الفئة دي. صحيح أن بعض الخصائص زي اللهجة وإمكانياتهم وطقوسهم مختلفة، لكن في المجمل هم جزء متداخل مع المجتمع ولهم بطاقات شخصية وبيتمتعوا بكامل حقوقهم كمواطنين مصريين. وبكده في الغالب ما فيش أي سكان أصليين في مصر من حيث التعريف. إيه رأيكم؟ هل في سكان أصليين في بلدكم؟